رمضان كريم للجميع. اليوم نتحدث عن بعض النصائح بالنسبة للحوامل خلال شهر رمضان الكريم إن شاء الله. بالنسبة للحامل ننصح الحوامل بالتغذية الجيدة خلال شهر رمضان الكريم. في بداية الإفطار ننصح الحامل أنه يكون الإفطار بوجبات بسيطة ثم تزيد تدريجيا، ما تكون الوجبة يعني دسمة من بدايتها علشان ما تصير فيها أنت تثاقل في المعدة واضطراب. كذلك ننصح الحامل بزيادة السوائل، شرب السوائل خلال من بين الفطور للسحور. ننصح بالقليل شرب ما يعادل 8 إلى 10 أكواب من الماء، خصوصا حاليا شهر رمضان في أشهر الصيف اللي هي أشهر حارة جدا. كذلك وجبات الإفطار يفضل أن تكون شاملة للبروتينات وفي بعض المواد الغذائية اللي هي غنية بالطاقة مثل التمر، العدس، الفاصوليا، الباقلاء، اللي تحافظ على طاقة الجسم أطول فترة ممكنة وتبقى مخزونة في الجسم. بعض الأكلات اللي هي تؤكل سريعا وتصرف سريعا فالجسم ما يستفاد من عندها. كذلك ننصح بأكل البروتينات مثل اللحوم، الأسماك، الدجاج، كل هالأشياء. نصيحة مهمة للحوامل يفضل أنه تقليل السكريات خصوصا شهر رمضان، مشروب أكل الحلويات، لكن يفضل أنه تؤكل الحلويات باعتدال ولا تزداد. ننصح الحامل كذلك بالسحور المتأخر، أنه تتسحر الفجر ما تتسحر بالليل وتنام، لأنه نحاول نقلل أقل ساعات من ساعات الصيام على أساس ما يصير معها تعب أو دوار أو ضعف أو جوع. هذا بالنسبة للنصائح الأكل. نتمنى للجميع دوام الصحة والسلامة ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.